انتم البحر اللهم بارك هنا. وري شوف الخير تبارك الله. هذه اللي كتسمع. واش الخوت السلام عليكم، كنتمنى كاملين تكونوا بخير. اليوم فكرت في واحد التجربه غادي نديرها لاول خطره الخوت. كنحاول ندير واحد السيستم لي زوين هنا في كازا. غادي نمشي اليوم لمرسى، غادي نحفظ الكوانات. راه لحد الان ما عارفش الخوت، لا ما عارف فهاد البلاصه من كتخرج ولا من كتدخل. غنمشي غنعرف الكوانات، غنعرف البلايص اللي كيصيدوا فيهم الدراري، كيفاش الناس كيخدموا، فين كيخرجوا، راه والو حد كنعرف المدينه فين كاينه الكره الارضيه، هادشي اللي كنعرف صافي. ودوك النواحي اللي دايرين بها والبلاصه اللي مريح فيها انا، هذاك الشيء علاش غتشوفوا معايا كل شيء هذا النهار بالتفصيل. اول حاجه غادي نديرو غادي نشد طريقي للمرسى ان شاء الله، غادي نشوف الاجواء كيفاش دايره فيها تما، واش غتسلكني ولا ما غاديش تسلكني. المهم الخوت قبل ما نبداو ديروا لايك، دير لايك، لايك هي الاولى باش الفيديو يزيد يطلع عند ناس اخرين ونزيدو نكبروا العائله. اخيرا وصلنا للمرسى الخوت من بعد معاناه الطريق. كتوصل كتنسى هنا يا انتم، اللهم بارك. هات الجو مرموق، هات الراحه التامه، الراحه النفسيه في المرسى. توحشتها بزاف دابا جيت. هذه اول خطره كنجي للمرسى هنا في كازا. راكم عارفين المرسى كنت فيها كتحافظها كتحاكمها، كنمشي عارف البلايص، عارف نصيد هنا، خاصني نعرف بزاف. ها انتم شوفوا هنايا بحال هنا كاين الحوت الخوت. هنا الا جيتي تصيد غنوريكم اش كيكون هنايا. كيكون كبايله، كتكون الشرنه، كيكون نون، كيكون كلشي. غنوريكم الخوت. ها انتم البحر اللهم بارك هنا. هاتي هنا اش كدير الشرنه واش كدير كبايله، دابا ما كاين والو. ها انتم شوف لا غريس، بغيت نحط لي يدي هنا، خفت بغيت نحط لي يدي، خفت نعمر لي يدي. هنا كيكون الحوت الخوت بالليل وداك الشيء تجي تكحلها. اترى بزاف ديال البلايص خاصك تعرفهم باش تمشي تصيد وداك الشيء. انا ما عارف والو، شي تفكير البارك هو. ها واحد الراجل خدام في البارك، والله يسهل عليه ويسهل على الجميع. تاد السيد الحمد لله، تاد السيد حاولوا تعاملوا تعاونوا معاه. شكرا بارك الله. راه ولد اسفو كيدعم هذا المحتوى. كيدير القضية الحمد لله. هي محركة شوية ولا مفيطة؟ واصبر وصافي اش غدير دابا. عليك مرة الدوميم ديال البحر راك عارف، مرة يجيب الله مرة. كاينه بصح. الخوت هاد الشهور هادو صعاب الخوت على البحريه وعلى الناس. الخوت صعيب باش تخرج تلقى الحوت، راكم عارفين هذا موسم التزاوج ديال الحوت، صعيبه القضيه شويه. والله يسر. مرحبا بكم عندنا، مرحبا بكم عندنا، مرحبا بكم عندنا. دار اجواء ما يمكنش الخوت وري. انا اللهم بارك. هذيك كتخدم هذه. انتم الخوت هنا في كاين لا هذه لا ماشين، هنا الموتور كلشي، الفرفيره كلشي. لا ليس اللور ياك. انتم الموتور اللي كيتحكم فيه هو وري. هو الخوت فينا هو شتو خضر، شعل لينا الضو هنايا اللهم بارك. داك ديال هاد وهذا الزيت وري. انتم اي ورينا السيد الله يسهل عليه يا ربي. كدير بخير هاني، الله يسهل عليك، الله يسر، الله يحفظك. ها انتم الخوت الاجواء اللهم بارك، داك الشيء ناضي مضبوط. الله يعطيك الصحة. سير على مولاي هنايا. انا نشوف هنايا. ها انتم الخوت عاوتاني هنا الصنادق. عبت هاد الخوت، هاد الصنادق هادو مختصين بحال الحوت الحر الزايز، راكم عارفين ماشي السرديل ولا شي حاجة. ها انتم شو الاجواء كي دايرة اللهم بارك. ها انتم الامور مضبوطة عاوتاني فينا. هانشو اللهم بارك الخوت. مالين في راسه، مال بايض فينا هو. هو كلشي ناضي، كلشي ناضي هنايا، داكشي مرتب، بوطات باقا عامرين هنايا. هانتوما الاجواء اللهم بارك. الله الا توحشت الهيئة تاع المرسى الخوت قسما بالله. غنرجعو ليها ان شاء الله، غندبرو على شي صنار ولا شي سبيب ولا شي شي قصبان جونا نبداو نصيدو. كاين الحوت ياك الخير كاين. اللهم بارك. هنا الشرنا كبايلا كلشي كاين. ها باردو كيطلع هنايا والله الا الشرغو كيطلع هنا ياك. النون كلشي النون الشرغو. نجولي ان شاء الله، نجولي السيد كيغسل فيه
اخي سميتو هنا الله يسهل عليه حتى هو دري خدم باريخه دابا راه الضجيج الخوطه تسمعوا الصوت ديال الموتور خدام كيغسل تما فيه الباريخه تما كاينه الضياء كيف ما قلت لكم قبيله اخو اللهم بارك الخو دابا جينا ريحنا في هذا الكوان استراحه شويه اترى احسن هيك كان عند ولاد الاحياء الشعبيه وداك الشيء احسن كي تخيل معايا كيجونا كينساو كتنسي همك هذه هي المتنفس الوحيد ديالنا لو كان ما كانش المرصى اكون مشكله الخو الحمد لله راهي مناش طلعنا احنا طلعوا والدينا الحمد لله عمرني ندم على هذا الشيء الخو اقسم بالله تخيلوا معايا شحال ضرب ديال الطريق من سيدي مومن حتى المرصى هنايا نزل جيت في الترام نزلت في الترام وجيت على رجلي حتى لهنايا شحال الساعه هذه هادير الوحده الخوت اللي بانت ليكم استنى ها هي انشوليك اللهم بارك الخوت انتوما تخيل معايا اول خطره كنشوف شي وحده قد هكا الله يرزقنا تاع مرسل سولا درافي موج على هذا الله ياك انتوما الخوت اللهم بارك شي واحد القليره قداش ها انتوما شوفوا الخير تبارك الله هذه راه كتكال خضراء الخوت شتيها طيبه تاكلها خضراء انت دايره مزيانه للذات تاكلها قسما بالله اللهم بارك غناكلوا شي وحده ليش هاد بكل ماليه هي راه صحيت حيدو هي ديرها بحال مقطع هاي مقطع ها هي الخوت قليره غادي ناكلوها دابا شوفوه كتكال خضراء طيبه طيب ثاني ياك كتسلق عاوتاني غنوريكم كتحيد لها الراس بحال هكا ترقاس حك الدقه صح شتيها ها شوف ها 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 سلم ها يالله مبارك شناهي صحتكم الله يحفظك تمشيتي كتقلب انت هاك كول لا بصحتك غادي مع بطال حتى الله يتاكل كول مع راسك الراجل المسكين الله يسهل كول مع راسك الله يحفظك بسم الله ها انتم الخوت ترى مدعم المحتوى يا اللي مبرسطاني علاه الله يحفظك الله مبارك زوينه يا صح خلي لي كل شويه لا لا خلي لي هذه خلي لي هذه هذه ديالك صافي النقوه ديال خو لا خليك يا عمو الله يحفظك شكرا الله يسهل عليك يا ربي الراجل عطانا واحده اخرى هي جوج الخوت لا مبالي النقوه اللي قدامكم عطى الخوت بنينه بزاف بحال طيبه اقسم بالله لا الله مبارك روح تقدر تنقي هي ها هي نقيناها لا خليك يا عمو ها هي الخوت شتيها كتاكل هادشي الليموني هنايا شتو ها هو والله يا لقلاي راهي زوينه بزاف على الله مني كتسلق كي كتولي واه شتو احنا كليناها الخوت قال لك قليره على ما عقلت على سميتها اول خطره كنشوفها قسما بالله قال له حياكل الحوت كلينا حتى حنا كل وكل ها انتم الخوت اترات شوف 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 الحوت هنا اللي كان كيبان لكم شوفوا الخوت الله الا كاين الحوت بالله ما جبتش معايا الصنارك وشي حوطه نفرقها على ما منعقلش عليها اللهم بارك ترى واحد الاجواء ما يمكنش الهيد ديال المرصى علام الخوت الحمد لله الخوت وحدين والدينا من هاد المرصى حتى حنا كابرين من المرصى الحمد لله واه جون صيد ان شاء الله نعيشوا الاجواء هنا عشناها الخوت في كنت فهنا غنعيشوا ان شاء الله كان حتى مشكل اللهم بارك واو واو كل شيء مضبوط هنا انتم الروبيني وصلوا ليدينا واه الحمد لله انا رجعت لهاد الكوان الخوت لابس حوايج ما بغيتش ندخل شي بلايص راكم عارفين باريخه كيكون فيها لاكريس بزاف كيف ما وريتكم قبيله الا مشيت غنعمر حوايج وانا باغي نمشي نصلي الحمد لله باقي نقي هو هذاك شفتوا الخوت على اجواء شفتوا على اجواء تخيلوا معايا راه ما يمكنش الخوت قسم بالله لا هاد الحياه ما تندمش عليها الناس كيضحكوا بيناتهم ناشطين خالقينا ما اش منك هي فلوس من الناس الناس مضروره الناس ما عندهاش هذاك الشيء وبخير وعلى خير الحمد لله واه ما يمكنش انتوما اللهم بارك كتحس بواحد الكالم كتحس بواحد الراحه راحت البال الخوت قسما بالله هذا الشيء اللي بوينا الله يا ربي الله يلا غادي نمشيو الخوت خرجت من المرسى الخوت انا دابا غادي شاد طريقي غادي غادي انا غادي ما عارفش فين غادي المرسى فين خليته هنايا شتو الخوت دابا راه غنمشيو نشوفو نفوجو شويه
اترى ما يمكنش الخوت، الحياه تامه خاصك تعرف تعيشها. طلعنا لواحد الكوان الخوت، كيبانوا لي الدبابات من البعيد، غنجي نشوفهم هنايا. والله لا دابا نشوفو الخوت. واو 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 قداش، اللهم بارك. راه واحد اخرى عاوتاني فينا هي، شتوها هانتوما، شتوها هانتوما، راه المرصه في بقات ليها. شتوها الخوت راه تما فين، ما عاد فين كنا داخلين، وقال ما عاد هنا ولا ما عاد لهيا. عيط الخوت رجليا، الحمد لله كنمشي كندور بهم شي حاجه فيها استفاده، كنستافد. كنت كنمشي ندور على رجلي على الخاوي اي حاسبوني عند الله، الحمد لله. هذه الدبابه هذه اللي كتسمع الحمد لله جبنا جوله عالميه، جوله شرفيه، اللهم بارك. ان شاء الله الخوت قد الوقت نلقاوها كيف ما بغينا، صافي غتولي تشوفوا شي حاجه ناضيه.